السلام عليكم، معكم عامر من شركة جولدن ديتكتور، الوكيل الحصري في الشرق الأوسط لبيع أجهزة كشف الذهب والمعادن والمياه الجوفية وأيضا الأنظمة الأمنية. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد لنستعرض معكم جهاز الكلايزر جي آر برو الألماني، الجهاز الذي يجمع بين الأنظمة الاستشعارية بعيدة المدى والأنظمة الصوتية VLF. طبعا الجهاز مشهور بحساسيته العالية جدا على الذهب الخام وعروق الذهب، بالإضافة إلى أنه مزود بنظام لكشف الفراغات والكنوز المدفونة تحت باطن الأرض. خليكم معنا لنستعرض الجهاز والأنظمة الخاصة فيه. في البداية خلونا نشرح الأزرار الموجودة على الوحدة الرئيسية: أزرار الانتقال بين إعدادات والأنظمة، الزر الخاص بإجراء عملية المعاينة الأرضية وأيضا زر الإعدادات، الزر الخاص بالانتقال إلى النظام الاستشعاري بعيد المدى، وأيضا الزر الخاص باختيار الترددات المطلوبة. طبعا في البداية يقوم الجهاز بطلب المعاينة الأرضية أو الموازنة الأرضية إما بشكل أوتوماتيكي أو بشكل يدوي. نختار الوضع الأوتوماتيكي، نقوم برفع الطبق بمقدار 30 سنتي عن سطح الأرض ونضغط على زر Enter، والآن نقوم بخفض الطبق بمقدار 10 سنتي، والآن الجهاز جاهز للاستخدام. والحين خلينا ننتقل معاكم لإعدادات الجهاز. في البداية التحكم بالصوت والإضاءة الخاصة بشاشة الجهاز، ضبط الحساسية حسب الرغبة، يمكن رفع هذه القيمة أو خفضها، خيار إلغاء أو عزل إشارة الحديد نهائيا، والخيار الخاص باختبار الفراغات. طبعا الجهاز بيدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى 4 لغات عالمية أخرى، وأيضا لدينا خيارات ضبط إعدادات المصنع، وأخيرا تحديد العمق بعد عملية الكشف. بالنسبة لأنظمة الجهاز، في البداية لدينا النظام الثنائي الأبعاد، مثل ما واضح أمامنا يكون في مؤشر باللون الأحمر للدلالة على وجود المعادن، بالإضافة إلى مؤشر باللون الأزرق للدلالة على وجود الفراغات. خلونا نختبر معاكم الجهاز على قطعة من الذهب. والحين خلينا ننتقل معاكم للنظام الثاني بالجهاز، وهو أهم نظام بالجهاز، وهو نظام التمييز عن طريق الضغط على السهم الموجود على جهة اليمين. طبعا هذا النظام بيحدد لنا إذا كان الهدف ثمين، ذهب، فراغات أو حديد. خلونا نختبر معاكم على قطعة من الحديد. إسوارة الذهب. وأخيرا قطعة النحاس. طبعا بإمكاننا عزل إشارة الحديد نهائيا مثل ما ذكرنا سابقا بجهاز الكلايزر جي آر برو. نروح إلى الإعدادات، والآن نختبر على سوارة الذهب، قطعة الحديد. نلاحظ أن الجهاز لا يصدر أي إشارة على قطعة الحديد. والحين خلينا ننتقل معاكم للنظام الثالث بالجهاز، وهو نظام البين بوينتر. نختار النظام ونقوم بالضغط على زر إنتر، نلاحظ أن الإشارة تزداد كلما اقتربنا من الهدف، وهذا النظام مهم جدا لتحديد مكان وجود الهدف بشكل دقيق. خلونا نجرب معاكم. طبعا جهاز الكلايزر جي آر برو بيجي معاه 3 أطباق. في البداية الطبق الكبير بقياس 44 سنتي وحساسيته عالية جدا للأهداف والكنوز الكبيرة، بالإضافة إلى الطبق المتوسط بقياس 30 سنتي، وأيضا لدينا الطبق الصغير المخصص لكشف الذهب الخام وشذرات الذهب الصغيرة. والحين خلينا نختبر معاكم عمق جهاز الكلايزر جي آر برو على إسوارة الذهب من خلف الحاجز، وأيضا على قطعة النحاس. واخيرا ننتقل معاكم للنظام الاخير بالجهاز، وهو النظام الاستشعاري بعيد المدى. هذا النظام يمكننا من الوصول الى اعماق كبيره لكشف الاهداف المدفونه تحت باطن الارض. خلينا نختار النظام، وطبعا حيكون في عندي نمطين او وضعين للبحث، اما الوضع المفرد للشخص الواحد او الوضع الثنائي. نختار الوضع الاول، ومن ثم نقوم باختيار الهدف المطلوب عن طريق الاسهم الموجوده على الوحده الرئيسيه. بإمكاننا البحث عن الذهب، الفضة، الفراغات، البرونز، وأيضا النحاس. نختار الهدف المطلوب ونقوم بالضغط على زر Enter. طبعا هذه كانت مراجعة مختصرة لجهاز الكلايزر جي آر برو. للطلب والاستفسار رجاء التواصل على الأرقام الظاهرة أمامكم. كان معكم عامر، شكرا لكم على حسن المتابعة.